طبعا نفهم تفاصيل اكتر. نروح لكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي معانا على التليفون عشان نتناقش معاه برضو في كذا نقطه اعتقد مهمه جدا وخاصه بملف التحكيم. يا كابتن ناصر صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الكريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنرحب بحضرتك اكيد وخلينا كده نتناقش مع حضرتك في كذا نقطه كابتن ناصر. يعني مبدئيا فكره اعلان بيريرا ان الموسم الجديد للدوري هيكون تقريبا بحكام او طاقم حكام مصريين دي حاجه، تاني حاجه ردود الافعال اللي كانت جراء هذا برضو القرار غريبه كانت شويه بصراحه، ثالث حاجه لما تيجي تتكلم عن المنظومه التحكيميه وفكره هنا ان انا بلجا لعنصر اجنبي زي بيريرا وقبلها كلاتنبرج وفكره الهجوم اللي برضه بيواجهوه بشكل كبير. يعني من التصريحات اللي بيريرا قالها برضه ان البعض اتهمه ان هو في معسكر الحكام اصلا ما كانش متواجد وان هو ساب مصر حاجات زي كده، فهو طلع رد قال كفايه يعني كذب لان الكلام ده غير سليم. فقصه ان احنا عندنا بعض الفئات للاسف يعني بتعمل اي حاجه علشان تعرقل من مشروع التطوير للكره المصريه، انا ما اعرفش هذا يعني لمصلحه مين لكن للاسف الشديد ده موجود، فخليني اعرف من حضرتك اكتر. طيب خلينا اول نقول طبعا من خلال قناه النادي الاهلي واحنا دايما بندعم وبنساند التحكيم نقول بالتوفيق للجنه الحكام برئاسه دكتور بيريرا ولجنه الحكام بالكامل والتوفيق للحكام ان هم يقدموا لنا هذا الموسم موسم افضل من الموسم السابق. وانت عارفه يا نهاوند وعارف يا كريم ان احنا النادي الاهلي دايما دايما كان بيطلب تطوير منظومه التحكيم بشكل كبير لمصلحة الأندية بشكل عام وليس مصلحة النادي الأهلي. بالتوفيق لجنة الحكام والتحكيم ونتمنى نشوف تحكيم أفضل هذا الموسم، خاصة إن إحنا عندنا أكثر من مشكلة زي ما حضرتك قلتي في البدايات. وتسمحي لي بس إن هواند هتكلم في نقطة مهمة قوي يمكن هي دي حادثة الساعة إن الكل بيتكلم عليها وهي اختيارات القائمة الدولية 2024. دي الحدث المهم جدا اللي فارض نفسه على لجنه الحكام، وعاوز اقول لحضرتك ان ده الاختبار الحقيقي لفيتور بيريرا ازاي هيختار وازاي هيكون معايير الاختيار. انا بقول هذا اختبار دوت هيبقى اختبار حقيقي للجنه الحكام. لجنه الحكام النهارده في اخر شهر 9 مفترض ان هي تطلع القائمه الدوليه للاتحاد الدولي علشان يتم اعتمادها. القائمه الدوليه هي عباره عن حكام كره القدم وحكام الفيديو اللي هم الفار وحكام الشاطئيه وحكام كره السله. بنطلب ان احنا من خلال قناه الاهلي ان يكون في معايير الاتحاد الدولي يتم تطبيقها في اختيارات القائمه الدوليه، لان دي بتبقى عامله مشكله لجميع الحكام سواء الحكام الدوليين او اللي هيبقى. نقطه مهمه جدا كابتن ناصر، صحيح جدا جدا جدا. وعاوز اقول احنا من حقنا ان احنا نشوف ايه هي معايير اختيار القائمه الدوليه صحيح. وتطلع بكل شفافية ووضوح للكل، يعني أنت بيتم اختيار نهاوند على هذا الأساس، أولاً تقييم أداء الحكام في الموسم 23، بنجيب تقييماتهم في المباراة اللي هم لعبوها وبياخدوا درجة عليها، ثم بنقيمهم على الاختبار البدني اللي هو تم عمله قبل الموسم، زائد امتحانات الفيديو تيست واختبارات القانون، كل ده بيترجم لدرجة وبيتم ترشيح الحكام للقائمة الدولية. بنقول لمصلحة التحكيم المصري ان القائمة الدولية هي واجهة مشرفة للتحكيم سواء داخل مصر او التحكيم الافريقي او التحكيم الدولي. نتمنى اختيار القائمة الدولية بكل شفافية صحيح. وكل وضوح. مش كان المفروض اصلا يا كابتن ناصر ان يتم الاعلان مسبقا على المعايير والمقاييس اللي بناء عليها بيتم ضم اسماء معينة لهذه القائمة من عدم؟ يعني ليه الموضوع متساب مبهم فبالتالي بيثير كتير من التكهنات وقيل وقال، وهي العمليه في ملف التحكيم مش ناقصه كلام صح. كتير الحقيقه. كريم بحييك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده، وده اللي احنا مستنيينه ومنتظرينه يا كريم، ان احنا عاوزين نشوف ايه هي المعايير. حضرتك تطلع على موقع اتحاد الكره تقول لنا معايير اختيار القائمه الدوليه وما هم الاسماء اللي تم ترشيحهم وبناء عليه هم تم ترشيحهم. ده اللي احنا محتاجينه، وعشان كده انا بقول يا كريم ده موضوع مهم جدا، مش عاوزين حد يقول ان كان هناك مجامله لحد على حساب حد. طب ما هو برضه في الفترة الأخيرة كابتن ناصر، وده سؤال برضه لحضرتك لو كان عندك عليه إجابة، هو ليه في الفترة الأخيرة كل ما هو منطقي ناقص مش موجود؟ سؤال حلو والله العظيم. كل ما هو منطقي ناقص أو غائب صحيح. بص يا كريم هقول لك على حاجة مهمة قوي، إحنا من خلال قناة النادي الأهلي والبرامج المحترمة إحنا علينا إن إحنا دورنا إن إحنا نوجه ونقول يا جماعة الصح إيه، هو الصح إيه المفترض يتعمل. إحنا الفترة اللي فاتت مش عارفين الدنيا هتمشي إزاي،
ولكن من خلال القناه ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك وبتاعنا اواند بنقول احنا بنطلب معايير اختيار القائمه الدوليه بكل شفافيه، مش لمصلحه بس التحكيم المصري، ولكن التحكيم المصري ده بيشرف مصر بره في القارات الافريقيه والدوليه. ده فيما يخص القائمه الدوليه، ومهم جدا جدا نعرفه في الفتره الجايه.